نمو الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الثاني من العام الجاري استقرارا بنسبة 7%. المكتب الوطني للإحصاء أفاد أن النتيج المحلي للبلاد ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء أرجع هذا النمو إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة الكلية والتمسك بالإصلاحات الهيكلية. الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي يبقى معقدا في النصف الأول من العام. أما بالنسبة للوضع العالمي فإن الانتعاش العالمي كان بصفة عامة أقل من التوقعات، وحاليا هناك علامة على التعافي ببطء. المكتب الوطني للإحصاء كشف أيضا عن تسارع جديد في الإنتاج الصناعي في يونيو بارتفاع نسبته 6.8% على مدى عام مقابل 6.1% في مايو.